مساء الخير. بجولة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، من شقق سكنية، مكاتب وفلل بمختلف المناطق اللبنانية. خلينا نتابع سوا شو محضرنا فريق العمل لليوم، خليكن معنا. If you ask me, don't. أشرفية 1944 ريزيدنشال تاور جاهز للسكن ببرايم لوكيشن، بعيد دقائق عن ساحة ساسين، المتحف، العدلية وأهم المراكز ببيروت. تاور للسكن مؤلف من 14 طابق، قسم شقتين بالطابق وقسم شقة واحدة بالطابق. الأبارتمنتس الأصغر مساحتهم 200 متر مربع مع 3 بادرومز، أما المساحات الأكبر فهي 300 متر مربع مع 4 بادرومز. تاور مأمن فيه 3 طوابق للباركينج، 2 منهم أندرغراوند مع ستورج رومز. من أهم المواصفات 2 برايفت إليفيترز، سولار باور، سبليت اي سي وسنترال اي سي يونتس، وجيبسون بورد ديزاين مع لايتينج. أشرفية 1944 هاي اند تاور مؤلف من 25 شقة، 7 منهم افيلبل، كلهم سامبلكس مع بانوراميك فيو من أي طابق. لوكجري دوبلكس للبيع بالمونتي فيردي، تحديدا ستريت نمبر 2، منطقة آمنة وفخمة بمحيط كله خضار وفيو 360 درجة، بناية هاي اند بآخر مراحل الفينيشينج. مؤلفة البناية من 4 طوابق، للبيع سامبلكس 200 متر مربع ودوبلكس 600 متر مربع، مؤلف من روف 400 وطابق سامبلكس 200. إمكانية فصلهم ليكونوا شقتين منفصلين ومستقلين أو دوبلكس واحد مساحته 600 متر مربع. دوبلكس ضمنه تيراس 130 متر مربع مع تجهيز لسويمينج بول كاشف على فيو من الجبل للبحر، ومؤلف من 3 ماستر بدرومز مع صالونات وكيتشن مستقل. أما السامبلكس 200 متر مربع مع 3 بدرومز وحدة ماستر، هاي أند فينيشينج بالداخل والكيتشن حسب الطلب. بناية فخمة بمنطقة المونتي فيردي بشارع سكني كله فيلال، بتطلع فيو بحر وجبل. دوبلكس 600 متر مربع للبيع، ممكن فصله لشقتين مستقلين تابع له كاف وباركينج. سامبلكس 495 ألف دولار ودوبلكس 890 ألف دولار. موجودين ببرايم لوكيشن ببيروت على بعد أمتار من المتحف والعدلية. MHM Business Center Under Construction 7000 متر مربع مقسمين على 14 طابق. من أهم المراكز المحيطة بالمبنى مستشفيات، مصارف، بيت المحامي وبيت الطبيب. MHM مبنى تجاري مخصص للمكاتب والشركات، مؤلف من 14 طابق مع جراوند فلور وميزانين مساحتهم 450 متر مربع. الباركينج المخصص للمبنى مؤلف من 5 طوابق أندر جراوند. بيتميز MHM بمودرن ديزاين بالداخل والخارج ومواصفات عالية بتتضمن 4 هاي ستاندرد إليفيترز، عمار هاي أند ضد الزلازل وووتر بروفينج سيستم. موقع MHM استراتيجي قريب من أهم المراكز بالمدينة وبيطلع فيو صوب بيروت. ممكن تستفيدوا من اللونشينج برايس بهالمرحلة 3600 دولار لفترة محدودة والتسليم بال 2018. There's a place I go to when no one knows me.
أبراج بروجكت سكني ضخم بجنوب لبنان، تحديداً مدينة صور، بيتميز بفيو بحر ومساحة خضراء حول المشروع. 9 بلوكس، كل بلوك مؤلف من بنايتين، وكل بناية مؤلفة من 8، 10 أو 12 طابق. بعض الأبارتمنت شقتين بالطابق، أما البعض الآخر 4 شقق بالطابق، كلهم سامبلكس. مشروع قريب من أهم المراكز والمدارس بالمدينة، قسم under construction وقسم بمرحلة الفينيشينج. أبارتمنتس 115 متر مربع مع 2 بدرومز و 147 متر مربع مع 3 بدرومز. معايير عالية بالعمار وخدمات عديدة مأمنة، من أهمهم سولار باور، دبل جليزنج وانسوليشن سيستم، بالإضافة لجاردنز، باسكت كورت وبلاينج اريا داخل المشروع. أبراج بعيد 10 دقائق من مدينة صور، 140 أبارتمنت من أصل 350 أفيلبل للبيع، مع سي فيو وغاردن فيو وباركينج مأمن. أول قسم من البروجيكت بيتسلم بال 2018. I've been lost and I've been broken. I've been down the border hoping I'm still reaching for the sun. فتأ فيليج 222 مشروع خاص للسكن بمرحلة الكونستراكشن بمنطقة كسروين، تحديدا فتأ، قريب دقائق من الطريق العام وكاشف على بانوراميك فيو. مؤلف المشروع من 25 فيلا، 13 افيلبل للبيع. فيلا التريبلكس جراوند فلور مخصص لباركينج 4 سيارات مع درايفرز روم، أما الطابق الأول والثاني للسكن. كل فيلا تريبلكس مساحتها 500 متر مربع وتابع لها جاردن ابتداءً من 70 متر مربع. هاي اند انتيريورز بيتضمنوا برايفت اليفيتر، رخام بالصالونات مع جيبسون بورد ديزاين، شوفاج وبلت ان اي سي، ثلاث غرف نوم ماستر مع تيراس، بالإضافة لستورج روم. فتأ فيليج 222 بروجكت سكني بجيتد كوميونيتي مع سكيورتي مأمنة ومدخل خاص، حاليا بآخر مراحل الفينيشينج. 13 فيلا افيلبل للبيع والتسليم بصيف 2017. إمكانية التقسيط لمدة 360 شهر والسعر 1500 دولار بالمتر. أكد الرئيس التنفيذي لشركة هاينز بإيطاليا أن صندوق الثروة السيادي القطري قرر شراء الحصة المتبقية البالغة 60% بمشروع بورتا نوفا العقاري الفاخر بميلانو. واشترت قطر القابضة التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري حصة بنسبة 40% بحي الأعمال بورتا نوفا عام 2013 مقابل مبلغ ما كشفت عنه. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كثيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ننتظركم بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تابعونا وترسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تظهر على الشاشة. أيضا لكيفية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا ترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.